هذه الدنيا مهما سعدنا فيها، مهما وجدنا فيها شيئا من الراحة والطمأنينة وكذا، هي السجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم، قد يقول قائل: قد يكون بعض المؤمنين عندهم من الأموال والراحة والطمأنينة الشيء الكثير، فكيف تكون سجنا بالنسبة لهم؟ والعكس صحيح، قد يكون أيضا بعض الكفار يعيشون ضنكا وضيقا في هذه الدنيا، فكيف تكون جنة لهم؟ وهذه قد أجاب عنها الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى كان غنيا، وذكر أنه مر يوما على يهودي، وهذا اليهودي كان فقيرا جدا، وكان الحافظ في ذلك الوقت هو القاضي. فقال: يا أيها القاضي، أريد أن أسألك. يقول هذا اليهودي، فقال له الحافظ ابن حجر: سل. قال: أليس نبيكم يقول إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن؟ قال: نعم. قال: فهل ما تعيش فيه أنت اليوم سجن؟ وهل ما أعيش فيه أنا اليوم جنة؟ فقال له الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: نعم، ما أعيش فيه أنا اليوم سجن بالنظر إلى ما سأجده في جنات النعيم إذا مت على هذا الأمر، وأنت ما تعيش فيه اليوم جنة مقارنة بما ستلقاه يوم القيامة إذا مت على كفرك. فالقصد أن الإنسان لا يبني على واقع الأمر اليوم مما يراه في هذه الدنيا من العطاءات أو المنع أنها دليل على محبة أو بغض. ولذلك قال الله تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم لكنه إن شاء الله حديث حسن، يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، وليس بعوضة وإنما جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها شربة ماء. لماذا؟ لأن هذه الدنيا لا تعدل عند الله شيئا أبدا، فيعطيها من يحب ومن لا يحب، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال أهل العلم: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة لغيرهم، خالصة يوم القيامة للمؤمنين فقط. فالدنيا إذن الله يعطيها من يحب ومن لا يحب. ولذلك نرى في هذه الدنيا الآن نرى أغنياء من المسلمين ونرى أغنياء من الكفار، ونرى فقراء من المسلمين ونرى فقراء من الكفار، فهي لا تمثل عند الله شيئا، وليست هي المعيار عند الله تبارك وتعالى في من يحب ومن لا يحب. والله تبارك وتعالى يبتلي جل وعلا، ويبتلي لحكمة، لأن الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا جل وعلا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق، يعني تعالى عن العبث، لا يعبث سبحانه وتعالى، وإنما كل فعله لحكمة. علمنا هذه الحكمة أو جهلنا هذه الحكمة هذا موضوع آخر، لكنها لحكمة يريدها الله تبارك وتعالى.